قبل بقى الكلام ده كله ان في نموذج من قبلها، في ناس الحقيقه بذلت مجهود وراحت الشهر العقاري وبدات تحاول تشرح للموظف انا عايز اتبرع بالاعضاء بعد الوفاه، عايز اوثق ده. واحنا يمكن صورنا مع بعض من هذه الحالات، وده اللي هنشوفه في هذا التقرير التالي. ما زال الجدل مثارا في الشارع المصري حول عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، على الرغم من صدور قانون في عام 2010 ينظم هذه العملية وإقرار دار الإفتاء بعدم حرمانية نقل الأعضاء ممن تتأكد وفاتهم بشكل تام ووفقا لضوابط محددة. ولتحريك المياه الراكدة أطلقت سارة ميخائيل وعدد من أصدقائها مبادرة للتبرع بالأعضاء بعد الوفاة، وذلك بهدف توعية الناس بأهمية الإقدام على هذه الخطوة والقضاء على ما يعرف بتجارة الأعضاء البشرية. إحنا من سنتين ونص اتجمعنا، كنا أشخاص قليلين يعني عندهم نفس الأفكار، فقررنا إن إحنا نعمل مبادرة، وبعد كده أنشأنا الجروب على الفيسبوك. كنا حوالي 8 أو 10، دلوقتي وصلنا ل 6000 واحد. بننشر الوعي دايما على الجروب، بنرد دايما على الأسئلة. الأسئلة دايما بتجيلنا من الناحية القانونية والطبية، حتى لو أنا مش عارفة طبيا بجيب لهم فيديو مثلا معين الدكتور بيشرح بطريقة أفضل. والهدف من كل ده أصلا إن احنا ننشر الوعي للناس ونقضي على تجارة الأعضاء. المبادرة نجحت في دفع الشاب مينا حسني إلى عمل إقرار في الشهر العقاري يوافق فيه على التبرع بأعضائه بعد وفاته لأي شخص يحتاج إليها للحفاظ على حياته أو شفائه من مرض جسيم. هقدر أفيد غيري بدون مقابل، ثواب جاري، يعني حاجة ما بيني وما بين ربنا بنية خالصة لوجه الله، إن أنا بخرج عضو لحياة حد تاني. إيه اللي يخليني أقول لأ؟ أنا لما بروح أساعد حد مالياً بما مبسوط جدا ان هو فرحان، فما بال حضرتك حد مريض بيتمنى الموت كل يوم عشان يستريح، ان انا بديله الامل ان هو هيكمل بقيه حياته سوي نفسيا وصحيا وهيعرف يعيش حياته الاجتماعيه كويس جدا، يبقى ليه لا؟ هذه الدوافع الانسانيه التي تسلح بها مينا خففت من وقع الخبر على اسرته التي كانت ترى ان ما فعله كان صعبا. الموضوع بالنسبه لي كان صعب، خفت عليه حد يخطفه، حد يأذيه، خفت يبقى في حاجة تأذيهم. يعني موضوع كمان التشريح والحاجات دي، احنا صعيدة، يعني الحاجة دي بالنسبة لي انا بخاف منها ومش هبقى متوقعة انها ممكن تحصل، يعني حاجة صعبة بالنسبة لي. إذن هذه هي بعض المخاوف التي تقف امام اقدام الناس على فكرة التبرع بالأعضاء، لكن عاجلا أم آجل ستتسع الدائرة وينضم إلى المبادرة مجموعات أخرى تؤمن بأهمية التبرع بأعضائهم بعد الوفاة لمنح أناس آخرين حياة جديدة. محمد عبيد، مساء الخير.